رحل أبو الجميع، رحمك الله تعالى والدنا رحمة واسعة. ففي كل قضية تهم الإنسان تركت بصمة إيجابية في التاريخ، ولا شك أنه لا خوف على الكويت من بعدك، فقد تركتها آمنة مطمئنة، وكانت لك محبة وتقديرا ومكانة كبيرة في قلوب شعبك والعالم، اكتسبتها من خلال شخصيتك الأصيلة وروحك النقية وحرصك على نهضة بلدك بما يجعلها في مصاف التقدير والاحترام لدى الآخرين. وقد نعاك رؤساء الدول والملوك وكبار المسؤولين حول العالم أمير الكويت، وقدموا التعازي للكويت حكومة وشعبا. رحمك الله أميرنا ووالدنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووفقك الله وسدد خطاك أميرنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فأنتم خير خلف لخير سلف. أدعوكم للتركيز على رعاية الشباب وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته، فهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل. ولهذا فقد وجهت الديوان الأميري لعقد مؤتمر وطني للشباب يتوج مساء الشباب، وهم يعدون وثيقة وطنية لتمكينهم من تسخير طاقتهم الخلاقة والاستفادة منها في خدمة وطنه. تميزت مسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى بالدعم اللامحدود للعلم والعلماء، ولا سيما الشباب منهم، وقد تجلى ذلك في حرص سموه على تكريم الموهوبين والمخترعين وتشجيعهم على النجاح والتميز، وهو بلا شك أصبح حافزاً مهماً لدى المبدعين والموهوبين ليتفوقوا. وأحد أهم أهداف الطلبة للتفوق هو التشرف بمصافحة سمو الأمير رحمه الله تعالى، وهو تكريم وحضور لأمير البلاد لا نراه في أي مؤسسة أكاديمية في البلدان الأخرى. وأن سمو الأمير حريص على متابعة الشباب وتطورهم العلمي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطور المجتمع وتقدمه، فكلنا يدرك مدى أهمية دعم هذه الشريحة المميزة في المجتمع التي ستبنى على سواعدهم البلاد. كما يحظى الباحثون المتميزون من الشباب المتميزين بتكريم وتشجيع سمو الأمير، وهو الأمر الذي يمنح هؤلاء الشباب المبدعين الموهوبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة تميزهم العلمي في مختلف المجالات. وكانت مسيرته مشرقة وحافلة بالعطاء والإنجاز رحمه الله رحمة واسعة. أبنائي وبناتي، إن التطورات الهائلة والسريعة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وبروز نشاطات اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة عالية قائمة عليها تتطلب منا الاستجابة السريعة لمواكبة هذه التطورات من خلال تطوير نظامنا التعليمي وتكريس الثقافة العلمية والإبداع والابتكار بين النشء في مجتمعنا، وتوفير البيئة الملائمة والحاضنة لها. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هي مؤسسة كويتية تهدف لدعم التطور العلمي والتكنولوجي. وكان يدير مجلس إدارة المؤسسة أمير الكويت صاحب السمو الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح رحمه الله تعالى.
ومن دعمه لها أنه أطلق عدة جوائز برعاية سامية من سموه رحمه الله تعالى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ومتوافقة هذه الجوائز مع توجيهات سموه بتشجيع التقدم وإثراء الإبداع والإنتاج التكنولوجي الذي يبنى على أسس علمية وخلق بيئة تنافسية للشباب الكويتي لرفع مستوى الجودة لمشاريعهم المتنوعة في جميع المجالات بما يؤهلها للتنافس في المحافل الدولية، وإبراز مكانة دولة الكويت على خريطة التكنولوجيا العالمية ورعايته لهذه المشاريع ضمن نطاق منافسات محلية لجائزة وطنية يتم بعدها الترشيح للمشاركة في المسابقات الدولية، بما يعد من الإسهامات الرئيسية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لنشر المعرفة وتعزيز دور الكويت ليس فقط في استخدام مخرجاتها بل وفي تطوير تقنياتها وتطبيقاتها العلمية، مما يؤدي لسلسلة من التطور على المستوى المحلي. تشرفت المؤسسة برئاسة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه، ترأس مجلس إدارة المؤسسة على مدار 14 عام ومنذ تولي مقاليد الحكم في عام 2006، وكانت المؤسسة طوال هذه الفترة تحظى برعاية مستمرة وتوجيه ودعم من صاحب السمو في جميع أنشطتها، وكان يحرص على أنه يحضر اجتماعات مجلس إدارتها على الأقل اجتماعين سنويا إن لم يكن أكثر، ومناسبات كان يحرص على سبيل المثال أنه يحرص على حضور حفل الجوائز السنوي الذي تقيمه المؤسسة. كان يعطينا توجيهات سامية وعنده مبادرات. في عهد سمو الأمير أطلقت المؤسسة خطتين استراتيجيتين، واحدة من 2011 إلى 2016، ثانية 2017-2022. الخطتين الاستراتيجيتين هذيلا يو بتوجيه مباشر من صاحب السمو ماذا يريد صاحب السمو أن يرى المؤسسة تعمل، أن تهتم بالشباب لإطلاق طاقاتهم، أن تهتم بإفادة المجتمع الكويتي من قدرات المؤسسة ومن إمكانياتها التي أتاح لها الخاص للمؤسسة. والخطتين الاستراتيجيتين هذيلا تم تنفيذهم خلال الفترة اللي أنا ذكرتها، وكان هناك مجموعة من المبادرات. أنا ودي بس فقط أقتبس كلمة من كلمات صاحب السمو رحمة الله عليه، كان دائما يقول أكبر أمنياتي أن هو بناء الإنسان الكويتي وتنمية قدراته ليكون قادرا على بناء وتنمية وطنه، وكان دائما يقول أملنا كبير في أن تتحول الطاقات الشابة التي يذخر بها المجتمع الكويتي إلى طاقات إنجاز وتحدي حضاري تستفيد منه المجتمع سواء في مجال البحث والتحصيل العلمي لبناء الغد بعقول مبدعة قادرة على العطاء. هذه كلمات الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. إن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد عرف باهتمامه بالعلم والعلماء لما لهم من أهمية كبيرة في تقدم الأمم، فقد أنشأ مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في مايو عام 2010، وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمبادرة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى. وغايته من إنشاء المركز هي اكتشاف ورعاية المتميزين والموهوبين والمبدعين من أبناء الكويت. الفكرة المركز أتت من رحمة الله عليه الشيخ صباح، لأنه كان يرأس مؤسسة الكويت التقدم العلمي وجاب ملف كامل عاد دراسته من الديوان الأميري. طبعاً هو فكرته الاهتمام
في الموهوبين والمبدعين بالدرجة الأولى اللي هم الشباب، نحتضنهم من 5 إلى 12، وسوف نجني ثمراتهم العام القادم إن شاء الله. راح تكون عندنا أول دفعة تتخرج من الموهوبين في أكاديمية مركز صباح الأحمد. الفكرة الاهتمام في الطلبة المتميزين وتنمية قدراتهم لأن يتخرجوا في درجات عالية لقبولهم في جامعات متميزة، ومن ثم يتخرجون وينعكس عملهم على دولة الكويت. قد أكدت مرارا وفي مناسبات عدة بأن شبابنا هي الثروة الحقيقية للوطن، وأنهم يعطون بجد اهتمامنا واهتمام الحكومة على حد سواء، وهم أقرى ما نملك من ثروة وأكبر استثمار. ويوفر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع البيئة والمناخ الملائمين على النحو الذي يبرز تميزهم ومواهبهم وإبداعاتهم وينميها ويتيح الفرص الملائمة لتحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة. وعرف سموه رحمه الله تعالى أن مثل هذه المراكز تساهم في بناء المجتمع الكويتي وتحتضن المواهب والمبدعين وتستثمر في قدراتهم سعياً إلى أن يصل مستوى المركز إلى مؤسسة متميزة عالمياً ترفع اسم الكويت في المحافل الدولية. ويستثمر المركز في العنصر البشري من خلال مجال العلوم والتكنولوجيا ومجال الفنون الحرفية ذات العلاقة بالتكنولوجيا، فيصبح الهدف رعاية الموهوبين وتعزيز ثقافة الإبداع ورصد الإمكانيات الإبداعية في النشء والشباب وتطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم وفتح قنوات مع المؤسسات المحلية والعالمية التي ترعى الموهوبين. سموه رحمة الله عليه جدا يهتم في الشباب وأفكار الشباب وتشجيع الشباب خصوصا المبدع منهم، وأنا يمكن ذكرت لك قبل شوي، لكن كان يعني إحدى الأشياء اللي يعني أذكرها إنه كان عندنا محتاجين إحنا أراضي حق الاختراعات الزراعية وتكرمون الحيوانية، في ناس عندها اختراعات بهالمجال، فخصصوا لنا أرض من الهيئة العامة للزراعة، وأيضا تدخل هو شخصيا في قضية تخصيص لنا أرض صناعية أساس نسوي يعني نبنيها حاضنات للشباب هذيلة أول ما يبدأ تصنيع المنتج ماله. فبالعكس اهتمامه كان جدا بالشباب، ودائما من يكون عندنا يعني مناسبة أو كذا بالعكس يهتم في استضافة هذيل المخترعين أو المبدعين من الشباب وخاصة المتميزين منهم. فرحمة الله عليه بالعكس كان جدا يهتم في الشباب ويهتم في تنويع مصادر الاقتصاد، ويحبذ أن يكون مساهمة كويتية 100%. أبنائي وبناتي، أوصيكم بالعمل على الاستمرار في المساهمة في مسيرة بناء الوطن، وأن تكونوا في طليعة هذه المسيرة، وذلك ببذل المزيد من الجهد والعطاء وتسخير طاقاتكم الإبداعية، وأن تحافظوا على وحدة وطنكم. للقيادة سمات وقدرات شخصية يتمتع بها إنسان ويتميز عن بقية أفراد المجتمع، وبواسطة هذه السمات بمقدور القائد التأثير في المجتمع وتوجيهه في الاتجاه الصحيح نحو العلم ونهضة الوطن فيه. هذا ما عرفته من المبدعين والموهوبين، وهذا تحديداً ما ينطبق على سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الرجل الذي اعتلى منابر العلم ورفع بلاده معه، فاستحق الثقة والمحبة بجهوده التي تهدف إلى خدمة الوطن والعلم. توجيهاته كانت تعم حتى برا الكويت، يعني أعطانا توجيه في 2015 أنه نطلق جائزة اسمها جائزة عبد الرحمن الصميط لأفريقيا في العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتها لأفضل أبحاث وأفضل مبادرات تفيد أفريقيا، تخليداً لذكرى عبد الرحمن الصميط، وخصص لها $1,000,000 وكلف المؤسسة سنوياً، وكلف المؤسسة بالإشراف على تنفيذها، تعطى الجائزة سنوياً باسم عبد الرحمن الصميط يدوي، تسلمها باليد صاحب السمو كان في مجال الصحة، في مجال موارد الغذاء، في مجال التعليم لمصلحة أفريقيا. هذه بعض الأمثلة. صاحب السمو ورحمة الله عليه الشيخ صباح طيب الله ثرى كان بالنسبة لي يعني تجمعني فيه علاقة خاصة، السبب أني أنا ابن شهيد، وكنت كل سنة أنا وأبناء الشهداء مو بس أنا نلتقي بحضرته رحمة الله عليه، وكان لقاءنا فيه مختلف يعني عن أي لقاء آخر، يعني ما هو لقاء رسمي، كان لقاء أبوي بمعنى الكلمة، كان يسولف معانا، كان يضحك، كان يتغشمر، بنفس الوقت كان يوصينا، كان يقول أنتوا عيالي، كان يقول كلمة كل سنة كنا نسمعها منه بالحرف، كان يقول آباءكم ضحوا بأرواحهم دفاعا عنا وعن الوطن، وأنا اليوم أبوكم رحمة الله عليه. فعلاقتي فيه، علاقة أبناء الشهداء في الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، علاقة أكثر من علاقة ولي أمر، علاقة أبوية. كنا نشوف على الرغم من انشغاله في مسائل الوطن العربي والمسائل العالمية الكبرى، اللي كان هو الوحيد اللي يعني يبني جسور الأمل والعطاء للي تحطمت جسورهم، على الرغم من هذا يعني رحمة الله عليه كان وايد يعطينا اهتمامه من وقت الثمين أبناء الشهداء والشباب الكويتي بشكل عام. فهذا اندل يدل على الرغم من حجم المسؤولية اللي عليه، إلا أنه هو قلبه كبير رحمة الله عليه، قلب الأبو اللي يخاف على عياله، ومثل ما هو يحاتي العالم ومشاكل يحاتي الكويت ومشاكل الشباب أكثر وأكثر. أميرنا وأبونا صباح الأحمد كان من أكبر الداعمين للشباب الكويتي وشعب الكويت خاصة والأمة العربية والإسلامية عامة. يعني إحنا مو بس خسرنا أمير، خسرنا أبو، خسرنا داعم ورانا، خسرنا أمير الإنسانية. يعني مو بس إحنا اللي تضايقنا ككويتيين أو خليجيين أو عربي، العالم كله متضايق. فوايد وايد حزنت، ويعني أول 3 أيام كانت جدا صعبة، كنت يعني كل ما يعني أشوف صورته أو أي مقطع فيديو في السوشيال ميديا كنت أبكي، لأن يعني حسيت إني أنا فاقدة أبوي. يعني كنت دائما أتمنى إني كل ما يعني تتيح لي الفرصة إني ألتقي فيه كانت من أجمل اللحظات اللي أنا أشوفها فيها. خبر كان محزن جدا أن نخسر قائد العمل الإنساني وعميد الدبلوماسية العربية، فهو فعلا فقد كبير لنا والعالم أجمع. وللأمانة صاحب السمو كان مثال لنا ونبراس في العمل الإنساني والتطوعي، ومثال للحكمة والحنكة. كان خبر محزن أمانة، يعني لا أعترض على قضاء الله وقدره، لكن اليوم صارت بقلبنا حسرة ككويتيين أن هذا الشخص وهذا الرجل وقائد العمل الإنساني وضع بصمة بالكويت في نفوس كل الكويتيين، وكان فعلا داعم للشباب بالشكل الأول والأخير. وقد صدر مرسوم أميري من الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح رحمه الله تعالى، وذلك في عام 2013 بإنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وذلك لضرورة العمل على التنسيق بين جميع الوزارات للاهتمام بالشباب. وفي عام 2013 عقد المؤتمر الوطني للشباب وأقر الوثيقة الوطنية للشباب، وكلفت القيادة السياسية الوزارات اتخاذ الإجراءات العملية الجادة لإخراج توصيات المؤتمر إلى التنفيذ، لتنطلق الشراكة الشبابية في إنجاز القرارات في
فوزارة الدولة لشؤون الشباب دعمت الكثير من المبادرات الشبابية، وفي الفترة ما بين 2013 حتى 2016 ارتفعت دولة الكويت على مستوى العالم من المرتبة 110 إلى المرتبة 56 في مجال تنمية الشباب، وفقاً لمؤشر تنمية الشباب الصادر عن رابطة الكومنولث، والذي يعتمد على معايير منها نجاح حصول الشباب على التعليم والرعاية الصحية والمعرفة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وفي عام 2017 أصبحت الكويت عاصمة الشباب العربي، وشهدت مجموعة من الفعاليات المميزة لتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار لإبراز دورهم في عملية التنمية. لحظة تكريمي من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمة الله عليه وطيب الله ثراه كانت بالنسبة لي لحظة تاريخية، يعني حسيت فيها أن ولي الأمر الشيخ صباح رحمة الله عليه مهتم جدا في الجانب العلمي. كانت جائزة ميدالية دول مجلس التعاون في مجال الاختراعات والعلوم، كانت هذه الجائزة يعني دافع كبير لي، بداية حقبة جديدة لي شخصيا، بإني رأيت من صاحب السمو رحمة الله عليه اهتمام في هذا المجال. ويوم كرمني بالجائزة قال لي أنتم مستقبل البلد يا ولدي، فجدا استأنست من كلماته رحمة الله عليه وأثرت فيني، وكانت دافع لي لعطاء أكبر وعطاء أكثر. كان شعوري في لحظة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد من أجمل اللحظات اللي صارت في حياتي. أنا كرمني في 2007 في جائزة تفوق الإبداع، وكذلك في 2011 أهم نفس الجائزة تفوق الإبداع. هذه الجائزة كانت تقدم حق طلبة نهاية المراحل المتفوقين واللي عندهم مشاركات على مستوى المدارس الكويت. طبعاً أنا لما تكرمني كنت من الأوائل على مدارس على مستوى مدارس التربية الخاصة. كان يحرص سموه أثناء تكريمنا إنه هو يسلم على طالب اللي إحنا كنا من البنين والبنات في مدارس التربية الخاصة. كان في طلبة من التعليم العام كذلك، لكن هو كان ينزل ويجينا ويسلم على طالب من طلبة ذوي الإعاقة خاصة. فمن أجمل اللحظات لما هو كرمني. فخور جداً أني تكرمت من سيدي صاحب السمو الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح أكثر من مرة، وكان كلامه جداً يحفزنا بكوننا إحنا شباب، وكان يدعم الشباب بشكل مستمر. اليوم إحنا يمكن نفتقد هذا الرجل وهو قائد الإنسانية اللي عزز مكانة الكويت في شعوب العالم بأكملها. يمكن اليوم أنا أي مؤتمر أطلع له أو أروح له على مستوى العربي أو على المستوى العالمي كانوا كلهم يجمعون على أن دولة الكويت دولة معطاءة للشباب، يعطون فرصة للشباب. وفعلا صاحب السمو ما قصر معانا بدعم الشباب في جميع المجالات، سواء كانت بالرياضة، سواء كانت بالأدب، سواء كانت بكل شيء. أمانة اليوم سيدي صاحب السمو الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح وضع داخلنا بصمة بكوننا كشباب، أعطانا القدرة بأن نتمكن وأن نعطي إبداعاتنا بكل المجالات اليوم الموجودة في دولة الكويت. اليوم قدرنا نعطي ونكمل بعضنا البعض في الوحدة الوطنية اللي قرزها فينا سيدي صاحب السمو الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح. سعد جدا بتكريمي من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لإنجازات الأخيرة في مجال البحث العلمي اللي حققتها في المؤتمر الثاني للهندسة اللي كان في باريس، وكذلك في أمريكا، واختياري مؤخرا سفير للقادة الشباب من 55 ألف شاب وشابة من 190 دولة في مؤتمر One Young World واللي كان في البرلمان البريطاني في العاصمة البريطانية لندن في الويستمينستر. الأمانة أنا ما حصلت لي فرصة أني أقابل صاحب السمو الراحل طيب الله ثراه، ولكن تم تكريمي من قبل مكتب صاحب السمو. تكريمه وتهنئته لي بهذه المناسبة لها الأثر الكبير على نفسي أني أقدم المزيد من الإنجازات وأني أرفع اسم الكويت دوليا في المؤتمرات العالمية خصوصا في مجال البحث العلمي. وكان حضرة صاحب السمو الراحل طيب الله ثراه
دائما يعزز دور الشباب على أنهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل وثروة الوطن، وهم الأمل والطموح، وبإذن الله بإنجازاتهم وإبداعاتهم يسمو الوطن، وهم صناع التغيير الإيجابي في المجتمع. قبل سنتين خذيت جائزة الكويت وتشرفت بمقابلة صاحب السمو الله يرحمه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكانت مقابلته استثنائية. ما حسيت أن أنا مقابلة أمير للبلاد، أنا حسيت أنه مقابلة أبوي. غشمرته وضحكة معانا وتشجيع لنا شيء ما ينوصف، وطبعا هذا راح يظل بالذاكرة للأبد. اللي فرحني بأن كلكم نطقتوا يبه. الله يسلمك. يبه هذه عندي كبيرة، أحس فيها والله كبيرة، لأن كلكم مثل أولادي يعني، فأعهدكم يعني بما يعني ما تعملونه بأنكم مش هتوقفوا في نص الطريق، لا يجب أن تكملوا. ولا خير فينا إذا ما نساعدكم لتكملة برنامجكم اللي تعملوه. برنامجكم في فخر لنا وللكويت وللعالم كله، يعني الكويت تفتخر فيه. فلذلك على بركة الله، وأوعدكم بأني سأكون يدي بيدكم. وهذا أخي يوسف استشار يوسف يشهد علي بأن يدي بيدكم، وأنكم إن شاء الله تصلوا إلى المرحلة اللي أنتم تتمنونها وحنا نتمناها وياكم عليه.